أنس جابر في خلال المؤتمر الصحفي استعدادا للمشاركة في بطولة استراليا المفتوحة خلال أيام كانت الإبتسامة حاضرة، كانت التفاؤل حاضرا وأنس جابر تمني النفس وتحلم ببطولة جراند سلام ونحن كجماهير محبة لأنس جابر ولعبة التنس نتمنى لها التوفيق وإن شاء الله تحصل على بطولة جراند سلام في موسم 2023. أنس جابر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مشاركتها في بطولة استراليا المفتوحة قالت: لقد عانيت ماديا ولكن ربما يكون هذا أمرًا جيدًا، لقد منحني القوة للعمل بجدية أكبر، أنا سعيدة جدًا لأنني وصلت إلى هنا وآمل أن يلهم هذا النساء الأخريات في تونس، أنا لا أحب أن أكون مغرورة إذا ذهبت إلى شخص مشهور وأردت التقاط صورة أو إجراء محادثة معه. فآمل أن يرد هذا الشخص علي، أريد أن أكون مماثلة لهذا ومنفتحة على الناس، دعونا نرى كيف تسير الأمور بعد نتفليكس، لكن حتى الآن من أنا؟ أمزح إذا جاء أي شخص ليخبرني كم أنا مدهشة فسوف أحتفظ بذلك وأخبر نفسي بذلك كل يوم. أنس جابر من اللاعبات المتواضعات ودائما متواضعة مع الجماهير ومع المتابعين. أن أكون مصنفة ثانية على مستوى بطولات جراند سلام فهذا يعطي بعض الضغط، أنا سعيدة لأنني ألعب بشكل جيد، أستحق هذا التصنيف، لذا فهو ضغط إيجابي، لعب بطولة جراند سلام كمصنف رقم 2 أو 100 هو نفس الشيء، سأبذل قصارى جهدي كالمعتاد، أنا مستعدة لذلك من الواضح انه بعد خوض نهائيين بطوله جراند سلام طبعا تقصد بطوله ويمبلدون وبطوله امريكا المفتوحه في الموسم الماضي 2022 هناك الكثير من التوقعات لي حول اللقب الجميع توقع ان انس جابر اقتربت كثيرا من الحصول على بطوله جراند سلام ان شاء الله التونسيون يبحثون عن التنس اكثر من كره القدم الان وتبتسم انا احب هذا النوع من الضغط فهو يجبرني على تقديم افضل ما لدي اخذت بعض الوقت للراحه قبل ان ابدأ هذا الموسم الجديد هناك ارهاق جسدي بعض الشيء لبعض اللاعبات بطوله استراليا المفتوحه مكان رائع انا وفريقي هنا للفوز باكبر عدد ممكن من المباريات اريد الذهاب بعيدا وابعد ما يمكن في البطوله اريد ان اكون المصنفه الاولى عالميا ليس فقط من ناحيه الرقم ولكن ايضا من ناحيه المستوى والانضباط، اريد الفوز بمزيد من الالقاب والحصول على لقب بطوله جراند سلام بالتاكيد. تشعر بذلك في ويمبلدون على وجه التحديد لانك ترتدي الابيض، هذا لا يساعدنا لكن الان سيسمحون لنا بارتداء ملابس سوداء، بعض النساء يعانين من الام اكثر. في وثائقي نتفليكس ايضا اللاعبة الكبيرة المعتزلة ماريا شارابوفا عندما انظر الى اونس اعتقد انني لم اكن لالعب بشكل جيد ضدها سيكون اللعب ضدها بمثابة كابوس اشكر الله انني اعتزلت اعتزلت تلك الدروب شوت يا الهي التي لديها يا الهي تقصد اللاعبه شارابوفا اللاعبه المعتزله المميزه جدا انها يعني ترى أونس جابر من أهم وأحسن اللاعبات التي تمارس لعبة الدروب شوت أو يعني طريقه الدروب شوت في لعبه التنس وتحمد الله انها لم تواجه طبعا تمزح مع انس جابر لقوه انس جابر في الفتره الحاليه عالميا بصراحه نفتخر بانس جابر انها وصلت الى مصاف الكبار في لعبه ما كناش نشوف اي لاعبه عربيه او افريقيه تصل الى هذا المستوى العالي من بطولات الجراند سلام ووصولها لاثنين نهائي بطوله جراند سلام بطوله ويمبلدون وبطوله امريكا المفتوحه يفتح الاعين عليها كثيرا ويجعل الطموحات ويجعل الاماني للجماهير كبيره جدا ان تحصل اونس جابر موسم 2023 ان شاء الله على بطوله جراند سلام بطوله كبرى هذه كانت تصريحات اونس جابر قبل مشاركتها في بطوله استراليا المفتوحه اللي هتتلعب خلال ايام كل التوفيق لانس جابر وهنتابع مع حضراتكم مواعيد المباريات وجاء ونتائج المباريات وكل شيء يخص بطوله استراليا المفتوحه تابعونا بلايك واشتراك في القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته